سلام الله عليكم أحبتي في كل مكان. كيف كان نقول احنا المغاربة عواشر مبارك كانت من شاء الله الرحمن الرحيم أن يختم الله علينا وعليكم هذا الشهر المبارك الكريم بمغفرة وأجر كبير إن شاء الله، وأن يشفي مرضنا ويعيد غائبنا ويرحم موتانا إن شاء الله، ويبارك لنا في صحتنا وصحة أبداننا ويرزقنا إنه هو الرزاق، وأن يرفع عنا هذا الوباء إن شاء الله. قولوا آمين. الحمد لله رب العالمين، استغفر الله، صلاة وسلام على الخير، والحمد لله رب العالمين قبل ومن بعد. استوقفني حديث جرني إلى أن أكلمكم في أمر مهم، وهو أمر الانتخابات. الانتخابات إن شاء الله، هذه الكلمة اللي غنقولها لكم بغيت نحمسكم ونحمس راسي ونحمس الجميع أننا هاد المرة نستقبلوها ونظروا عليها بنظرة مختلفة. ما غاديش ننظروا للانتخابات بنظرة الضحية والتهكم، حيث الأغلبية ديال الوقت نكونوا صراحة مع بعضياتنا، احنا العامة، الجمهور، الشعب، المواطنين، ياك كتجي الانتخابات نستقبلوها غير بالنكتة، والآخرين روس كوتين خلوا ناس كاين فيهم اللي أمي، كاين اللي جاهل، كاين اللي جشع، كاين اللي استغلالي، كنخلوه يضحك علينا ويمشي يقضي هو الغرض ديالو. فهمنا؟ هاد المرة غنغيروا الموازين. إلى عقلتو الحديث اللي خلاني نجبد معاكم هذا الموضوع هو من حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن إن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني ما خلاش لنا العذر. طيب، شنو هو المنكر بالنسبة لنا في الانتخابات؟ أول حاجة الملك ديالنا الله يحفظه وينصره قالها لكم، قال لكم: ودي ما تعطوش الصوت ديالكم لواحد الإنسان ما يستاهلش، من بعد تبقاو تشكيو. اختاروا انتوما الناس اللي تحسوا بهم صالحين لكم. هاد النقطة هذه اليوم في 2021 حتى واحد ما غبي، وأكبر غبي هو اللي كيحسب ليه الناس راهم أغبياء وهو ذكي. لو بلو غون كون دو تو لي طون هو لو كون اللي يحسب راسو هو اللي انتيليجون، الوغ كو لي زوتر سون با انتيليجون، باش ما نقولش سون با بات. دونك خوتنا جاو الانتخابات، ما نديرش، ما نستسلمش ونصاحب الحساب راسي اني درت شي حاجه زوينه، لا، حيت كيف ما كان الحال هما بنسبه كبيره ولا بنسبه صغيره اللي ينجح غادي يدوز. هذه يعني اول. ثانيا، كل واحد فينا اكرمه والله شويه شويه ديال الوعي واعد لحداه، خاصه في البوادي. البوادي راه كتوقع كوارث ماشي انتخابات، كوارث. يعني كيجندوا جنود ديالهم، هادو حتى دوك الجنود ما كيحشموش، لانه في نهايه المطاف كي كيدوز به ديك الحمله ديال الحباط كيرميه. المخير فيهم كيشد واحد من العائله ديالو ولا شي حاجه، كما كيقولوا العاميه، دبر عليه وخليه حدا تما، مره مره كيرشو بقى تابعو بحال الكلب حاشاكم. علاش ما نكونش ليا نفس ونقول راني في هاد الحياه؟ لازم نعرف واحد الحاجه مهمه بزاف، وحنا في شهر المغفره، ما يخلعوكش الفلوس، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وقال لك: وفرقنا بينكم في الرزق. دونك سي با لا بان تمشي تجاهد الله سبحانه وتعالى، اطلبه والجأ ليه، بداك الشويه اللي عندك يعيشك حياه رغده، ويعيش هو حياه ضنك، هذاك الشفار الاخر الانتهازي والاستغلالي. راه من اليوم نفكر، هما كيوجدوا كيديروا الحمله ديالهم ديال الانتخابات، انا كمواطن نوجد راسي ونوعي احبابي وخوتي وعائلتي وصحابي والناس اللي كنعرفو البعيد والقريب، نوعيهم نقول: مودي هذه فرصتنا باش نشاركوا في تغيير البلاد ديالنا. انا كشفت واحد السلبيه محشومه علينا في 2021، حنا غير كنكرو، غير كنكريتيك، لا كريتيك راه ساهله، ولا كريتيك كتزيد غير غبن، وكتزيد غير تغرقك لتحت في الواحد. الناس كتغطي الغرض ديالها، وانت كتقول لها داك الشفار وليز عليا راك في رانج روفر، وانا نقول لي: شفار، واش ربحت انايا؟ خصني يكون عندي امل. الا ما غيرناش حنا الوضع ديال بلادنا، الملك بوحدو راه ما غيغير حتى شي حاجه. الاحرار اللي بجنب الملك، لازم نعترفوا انه كاين رجال في هذه المملكه، ماشي ميؤوس منها كاع 100%، مستحيل، هذا ما نوافق حتى شي واحد.
كاين احرار باغيين يخدموا البلاد، لكن حنا باش نعاونوهم، حنا هما العاميه، شكون اللي كيصنع داك الوزير واللي عنده اهميه وتابعينه اللي كارت كور الطوموبيلات والهيلمه؟ حنا وحنا نبقى دائما غير متفرجين سلبيين. لا، من دابا نفكروا حتى حنايا، ما نعطوش كلمتنا لاي واحد، ما نعطوش الصوت ديالنا لاي واحد، نوعوا الناس اللي حدانا. ولكن في راسكم واحد القضيه في الكوميونيكاسيون هذا اختصاصي، تيقول واحد الامر اللي بغيت يتغير يدير واحد كيكون تافه، لا يعني لا قيمة له، لا يغير شيئا. ولكن يديروا اثنين وثلاثة وعشرة ومية وميتين وعشرمية وألف وألفين وثلاثة آلاف ومية ألف، تيولي عنده أهمية كبيرة. بمعنى قولي باش ندوز أنا وقتي كله غير في النقير وفي النقد والكريتيك والتذمر والسلبية، غنبقى بحال هكا حتى نموت ما ندير حتى شي حاجة. راه يعني ليزيكزومبل، الأمثلة كتيرة في الوطن ديالنا الحمد لله، وماشي غير في الوطن ديالنا، حنا نكتفي نهضرو على وطننا. دونك شنو المعمول؟ المعمول هاد المرة جاتني هاد الفكرة وبغيت نبارطاجيها معاكم، ولأول مرة غنقول في واحد الفيديو بارطاجيه أو ماكسيموم، لأنه هاد فيه منفعة ماشي ليلي أنا، منفعة عامة، لذلك علاش جرأت نقولكم بارطاجيوه. باش نحيو فينا شويه ديال الامل، شويه ديال الوعي، حيث الله سبحانه وتعالى قال لك ولا يأس من روح الله الا القوم الكافرون، لا يأس تي راك كفرت ما تيأس. لازم هذه المره كيما كيوجدوا لينا هما ويطبخوا الانتخابات ويوجدوا الحمله ديالهم اللي نيته حسنه، راه غادي باذن الله غيوصل، لانه حنا غنتاخد غنشوفوا النيه ديالو حسنه غنتاخد، اللي نيته سيئه غادي بلوكيوها ما غاديش يدوز. الو، كل واحد فيكم راه تيعرف جوج حوايج، ما نسامحكش انا كمواطن مغربي خوك، ما تكونش سلبي وتنسحب، لا لا، سير انتخب، وانتخب اللي كيصلح ليك، وراكم كتعرفوا حتى هادوك المساكين اللي كيشد فلوس باش يمشي ينتخب، حتى هو راه عارف بيناتك سيد ما صالحش. يوم ما تبيعش راسك رخيص تقول لي الضعف، ما كاينش شي حاجه سميتها، غادي تعيش غادي تعيش الحمد لله في هاد البلاد، حتى واحد ما كيموت بالجوع بلا ما نكتبوا، بلا ما نكونوا كذابين، حنا كنعرفوا بعضياتنا. واللي كيمشي عن طريق ديك القبليه هذاك من ديالنا اللي كينفعني هو ديالنا، وحنا كنا خوت مسلمين ومغاربه، امازيغ وعرب، حنا كنا خوت ومسلمين غير الاسلام الحمد لله كرمنا وساترنا. الوغ لو خا يكون خويا ولا نسيبي ولا من القبيله ديالي الى ما صالحش كفايه بارك، نشوف اللي صالح ليا. هكا غادي تلعب دور في البلاد ديالك، راه البلاد ما كيبنوهاش هذوك المسؤولين، كيبنيها الشعب، راه الشعب هو اللي كيبني البلاد، راه المسؤول انت اللي كدير وكتنتخب عليه وكيطلع البرلمان وكيولي وزير بسببك انت. الله مبارك، ما تكتب على راسك وتغطى ورا الغطاء ديال السلبية، لا ما كاين ما يدير، لا الصفارة لا الرشوة ديال المحسوبية، راه انت اللي درتيها. اليوم الوقت تبدلات، عندكم فرصة كبيرة، عندكم قائد عظيم العظيم هو الله سبحانه وتعالى، عندكم محمد السادس ومعاه رجال، نعاود نكررها ماشي بوحدو، كاين رجال في هاد المملكة السعيدة. ايوا نوض انت، وجد راسك، ما تبقاش سلبي ورجع اللور، انتخب ولكن اختار اللي كيستاهل، كنت كتعرف باغي يقول لك حتى شي واحد، واللي شتيه من المخربين كل واحد يخدم شي شويه نجند، كل واحد يخدم شي شويه، تشوف واحد من العائلة ديالك تقول له جيل اش كتخرب، هذاك راه من العائلة هي ولكن ما صالحش لينا، ها هو كان فلان اللي غنتخب. فكر مزيان في هاد الكلام ديالي وغتلقاو كلام معقول، وان شاء الله الرحمن الرحيم اذا بغيتو الخير لهاد البلاد بارطاجيو هاد الفيديو تحت شعار من راى منكم ممكن فليغيره، وتحت شعار اللي يصلح لينا ماشي اللي يعطينا، ما عندنا ما ندير، يخدم لينا وغنتحسن الاوضاع ديالنا، واخا يكون من لافامي ديالي، واخا يكون من المقربين ديالي، الا اللي صالح ليا هو اللي نمشي ليه. وان كان داك اللي صالح ما كنت فاهمش انا وياه، كنعرفك شجاع وبطل، هذاك السيد ما كنت فاهمش انا، ولكن انا معترف ليه في الداخل ديالي بانه يخدم الى الانتخاب، نعطيه الفرصه. بركه، ضيعنا بزاف من الاستقلال اليومين هذا كثير، والحمد لله البلاد ديالنا تغيرت في عهد محمد السادس، ولكن ممكن نديرو المستحيل، نحقق المستحيل، لانه احنا مهما كان المملكه عندها جذور ضاربه في التاريخ. قراو تاريخكم شويه
وردوا بالكم لبلادكم شويه، راه ما كاينش ما احسن من بلادكم، والبلاد هذه ما يهزها الا ولادها. الا ولينا كل واحد كيحقد على البلاد حيت المسؤول الفلاني ما زوينش، راه ما كاين حتى معنى. كان نشكركم ونتمنى انكم تصبروا مع هذا الفيديو، تسمعوها للاخر وتبارطاجوها. سلام الله عليكم وعواش مباركة، لكم نحن المربى، بارك الله عليكم.